وللتوفيق إن شاء الله. موفقين إن شاء الله يا رب. مشاهد الكرام، في ختام فقرات حلقة اليوم من برنامج حياتنا راح تكون فقرة إن شاء الله مميزة كما كانت جميع الفقرات، تقرير ونتجه إلى فقرتنا الأخيرة. أصبح العالم يشهد تطوراً ملحوظاً في مجال الذكاء الاصطناعي، وأصبحت قطر تواكب هذا التطور وتسعى لترك بصمتها في هذا المجال الذي سيصبح محور المستقبل. هنا يأتي دور معهد قطر لبحوث الحوسبة في جامعة حمد بن خليفة، وهو معهد بحثي وطني متخصص في بحوث الحوسبة التطبيقية بشقيها الأساسية والحوسبة متعددة التخصصات، فضلاً عن تخصص المعهد في مجال حوسبة الإنترنت. يسعى معهد قطر لبحوث الحوسبة في أن يصبح رائداً عالمياً ضمن مجالات محددة تحقق أثراً إيجابياً في حياة المواطنين وفي المجتمع بصفة عامة. إذن مشاهدينا الكرام، معهد قطر لبحوث الحوسبة يواصل تعزيز جهوده من خلال برامجه التدريبية التي تستهدف تنمية القدرات البشرية المحلية وتدريب علماء ومهندسي المستقبل لمساندة قطر في تحقيق أهدافها التنموية المتنامية. طبعاً أخوي سلمان، من ضمن هذه الجهود يأتي تفعيل التعاون والشراكة مع جامعات مرموقة مثل جامعة برينستون التي أوفدت مجموعة من الطلاب الباحثين إلى معهد قطر لبحوث الحوسبة ضمن طبعا البرنامج التدريبي الدولي للجامعة، وهي بالطبع فرصة مميزة لتبادل الخبرات العلمية والبحثية بين الجانبين. الحديث أكثر مشاهدي الكرام عن هذا الموضوع، يسعدنا أن يكون معنا في الاستديو الدكتورة إيمان الفيتوري، وهي مدير مبادرات التعليم البحثي بمعهد قطر لبحوث الحوسبة. دكتورة، نمسي عليك بالخير ونسعد بتواجدك معنا في برنامج حياتنا. شكرا لكم على الاستضافة الكريمة، سعيدة بوجودي معكم، وتحية للمشاهدين الكرام. الله يحييك دكتورة إيمان. نتحدث عن صراحة في الفترات الماضية كنا نتكلم دائما عن البحوث وقوة البحوث التي تحظى بها دولة قطر ومراكزها البحثية، وضمنها طبعا مركزكم، وأيضا اهتمام بالبحوث ليس فقط في أيام التمدرس وإنما أيضا في البرامج الصيفية. حدثينا عن هذا الموضوع. برنامج تدريب الصيفي بمعهد قطر لبحوث الحوسبة يستهدف فئة طلاب الجامعة، نعم، الدارسين في الجامعات القطرية سواء جامعة قطر أو جامعة كارنيجي ميلون، جامعة تكساس A&M، وكلية شمال الأطلنطي. فلدينا الكثير من الطلاب الذين يسعون للالتحاق بهذا البرنامج، كما أيضا يستقطب هذا البرنامج طلاب من جامعات عالمية مرموقة ومن ضمنها جامعة برينستون، طلاب جامعة برينستون لهذا العام. أبدأ دكتورة من حيث ما انتهيتي في طلاب جامعة برينستون، خلنا نتكلم أكثر عن هذه الشراكة لتنظيم هذا البرنامج التدريبي الدولي. أوكي، أود التنويه على أن جامعة برينستون هي من الجامعات المرموقة عالميا، تحظى بأعلى المراتب سواء على مستوى الولايات المتحدة أو على مستوى العالم بصفة عامة. برنامج التدريب الدولي لجامعة برينستون يهدف إلى ربط الطلاب المتميزين، أفضل الطلاب المتفوقين لديهم، يهدف إلى ربطهم بالمراكز الرائدة البحثية في العالم. نحن فخورون جداً بأنه قد تم اختيار مركز معهد قطر لبحوث الحوسبة من ضمن هذه المراكز الرائدة عالمياً لتوفر فرصة التدريب لطلاب من جامعة مرموقة على مستوى عالمي. نعم، حدثينا عن التجارب وأهم البحوث اللي تم الشراكة بينكم وبينهم دكتورة. بالنسبة للطلاب، يعني الطلاب بصفة عامة ليس فقط طلاب جامعة برينستون، البرنامج الصيفي يقوم الطلاب بإجراء بحوث في جميع المجالات البحثية التي يعمل بها المعهد، من ضمنها في مجال تحليل البيانات، في مجال تقنيات اللغة العربية حيث أن المركز متقدم جدا في هذا المجال، في مجال الأمن السيبراني، وكذلك في مجال الحوسبة الاجتماعية. نعم. فبحوث الطلاب كلها تنصب في هذه المجالات الأربعة. جميل، ذكرت الأمن السيبراني وأيضا الذكاء الاصطناعي، خلينا نتكلم أكثر عن أهمية التركيز على هذه المجالات ضمن الخطط البحثية اللي موجودة دائما وأبدا في المعهد. بالنسبة للمعهد،
يعني السبب من الأسباب الرئيسية التي تمكن بها من إحراز مرتبة عالمية من النجاح هو التركيز والتدقيق على اختيار مواضيع بحثية محددة. بالنسبة للمواضيع يعني سواء بالنسبة لمجال الذكاء الاصطناعي أو في مجال الأمن السبراني، هذين المجالين هو من المجالات التي يوجد احتياج كبير لإجراء البحوث في هذه المجالات سواء في الفترة المعاصرة أو في الفترات المستقبلية. بالنسبة نعود لمجال الذكاء الاصطناعي، تم استحداث مركز قطر للذكاء الاصطناعي في العام الماضي، ويسعى هذا المركز إلى جمع كافة القدرات الموجودة حاليا في قطر في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك لاستقطاب الخبرات العالية في هذا المجال من دول العالم. طبعا المجال طبعا بالنسبة للذكاء الاصطناعي لديه تطبيقات كثيرة سواء في دولة قطر بالدرجة الأولى في مجالات متعددة وكذلك في المجالات العالمية. بالنسبة للأمن السبراني، الجميع يعلم أنه من أولويات قطر الوطنية حاليا موضوع الأمن السبراني، ولدينا في معهد قطر خبرات عالية جدا ومتميزة في هذا المجال، ويسعى يعمل فريق الأمن السبراني لدينا بالمعهد مع جهات حكومية يتعاونون بتعاون وثيق بينهما سواء لإجراء تحليلات البيانات التي يتم تجميعها أو بالنسبة لإعداد التقارير اللازمة أو إجراء البحوث المبتكرة في هذا المجال. نعم، لو نتكلم عن تفاعل الطلاب سواء اللي شاركوا في البرنامج الصيفي أو أيضا تفاعلهم مع طلاب جامعة برينستون. بالنسبة لطلاب جامعة برينستون، هم أنهوا تدريبهم يعني في الأسبوع الماضي، يعني بفضل الله عادوا يعني كانت لديهم تجربة رائعة سواء من الناحية البحثية، لأن بالنسبة لهم لأول مرة يشتغلوا على بحوث حقيقية تختلف عن البحوث التي يقوم إجراءها في المجال الأكاديمي. كل جميع البحوث التي قاموا بها هي مجالات تطبيقية عملية، يعني عملية تطبيقية يرون أثرها، يعني سواء من ناحية البيانات التي تمت معالجتها هي بيانات حقيقية سواء من صور الأقمار الصناعية أو مجموعة مثلا البيانات المجمعة من طرق المواصلات عن طريق ثروة عن طريق الحركة المرورية في الكورنيش، فهي يعني مشاريع حقيقية صحيح رأوا فيها أثر جهدهم والخوارزميات التي طوروها. بالإضافة لهذا يعني كان سعدنا جدا أن نشوفوهم كونوا صداقات مع طلاب في قطر، أعجبوا جدا بالثقافة القطرية أغلبهم، مش ليس أغلبهم ولكنهم كلهم، اللي كانت لهم تجربة وجودهم في قطر هي أول تجربة في بلد مسلم وبلد عربي، فيعني سعداء جدا أنهم رجعوا بانطباع إيجابي جدا وكانت تجربة قيمة بالنسبة لهم. وهذا هو الأهم دائما وأبدا، نحن نعكس صورتنا بالنسبة للمجتمعات الأخرى. اليوم لما نتكلم عن الدروس المستفادة من خلال هذه الزيارات، اللي مثل ما تفضلتي في الجانب التطبيق العملي لهذه البحوث، ممكن الجميع جربها في الجانب الأكاديمي مثل ما ذكرتي، ولكن اليوم تطبيق هذه البحوث في الجانب العملي. صحيح، بالنسبة لمركز معهد قطر للبحوث الحوسبة نسعى إلى تطبيق يعني جميع بحوثنا هي بحوث تطبيقية نرى أثرها يعني الواضح على طول يعني مباشرة. بالنسبة لنجاح أي مركز بحثي يعني من أجل إحرازه مرتبة متقدمة عالميا، الشراكات، هذا النوع من الشراكات مهم جدا. لماذا؟ لأنه يعني أن يعني عندما تقوم جامعة مرموقة مثل جامعة برينستون بإرسال طلابها للتدريب في معهد قطر لبحوث الحوسبة، هذا اعتراف صريح بأهمية معهد قطر والمرتبة المتقدمة التي حققها في الأبحاث. طبعا نتحدث فقط على تعاوننا مع جامعة برينستون الذي يدخل في العام الثالث، يعني هذه ليست أول تجربة، ولكنه أيضا لدينا شراكات مع جامعات أخرى مرموقة سواء مع شركة بوينغ أو مع مركز معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والعديد من المراكز الأخرى. نعم دكتورة، لو في كلمة ختامية تحدثين عن أبرز البرامج القادمة في معهد بحوث الحوسبة. بالنسبة لي البحوث القادمة طبعا باستحداث مركز قطر للذكاء الاصطناعي في العام الماضي، هذا فتح المجال للعديد من
المواضيع البحثية المهمة والمثيرة للاهتمام، سواء بالنسبة من جهات حكومية موجودة أو من جهات أخرى عالمية. فسيكون هناك تركيز كبير على البحوث في مجال الذكاء الاصطناعي. نعم. كذلك هناك توجه للصحة الرقمية، بالإضافة إلى استمرارنا في المجالات التي حققنا فيها قدم سبق في المجالات التحليل البيانات واللغة العربية. نعم. والحوسبة الاجتماعية. أتمنى لكم التوفيق. دكتورة إيمان الفيتوري، مدير مبادرات التعليم البحثي بمعهد قطر لبحوث الحوسبة، كل الشكر لك لتواجدك معنا في استديو برنامج حياتنا، ومن تقدم إلى تقدم إن شاء الله. شكرا جزيلا، نشكركم على الاستضافة. الله يعطيك العافية.